اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج سفره سالي. النهارده زي ما انتم شايفين يومنا هو فقره اكلات جدتي، ومعانا جده جميله. اهلا بيكي يا مدام السباب. اهلا بيكي. حضرتك من اسكندريه؟ ايوه. وحضرتك جده لاربع احفاد. اربع احفاد. احكي لنا بقى، عندك ولاد؟ عندي نور بنتي الوسطانيه، تمام، الكبيره معاها اياد، بس نور هي اللي جت الاول. أوكي. فتعتبر دي اول حفيده بالنسبه لي. ربنا يخليك. وبعدين معايا اياد وجودي، ومعايا جوليا لسه دلوقتي يعني عندها 8 شهور. ما شاء الله، جميل قوي. حضرتك اكيد بتحبي طبعا الطبخ ودايما بتجمعي لا ولادك؟ لا ما بيطلعوش من عندي حبايبي. يعتبروا ساكنين عندي. ده حاجه جميله جدا. الله يخليك جدا حبيبي. دايما العيله كده تتجمع. وبعدين انا لما بيمشوا بعيط طبعًا. ان هم ماشوا كل واحد راح لبيته او نزلوا او راحوا مشوار، ابقى انا متضايقه قاعده لوحدي. طبعا. وساعات اقول لهم مشوا، انا مش عايزه ولا حد. لما بيعملوا دوشه زياده. بيعملوا دوشه. واكيد طبعا كتير يجيبوا لك ولادك، يجيبوا لك الاحفاد ويقولوا لك اقعدي بيهم علشان عندنا مشاوير او عندنا حاجه. لا، انا اللي برضاش اخليهم هم ياخدوهم معاهم، يعني اقول لهم سيبوا العيال معايا وروحوا انتوا زي ما انتوا عايزين. انا بخاف على الولاد معاهم، يعني انا مش بدي الامان لاهاليهم. تمام. يعني انا ببقى عايزاها هي مثلا تقعد معايا، وروحي انت اعملي اللي انت عايزاه، سيبيهم وروحي. يعني بخاف عليهم اكتر من امهاتهم. انا طبعا دايما كده، دايما الواحد بيحس باحفاده اكتر. ده اللي سمعناه، ما جربناهوش لسه. لا ان شاء الله هتحسي بيه. ان شاء الله يا حبيبتي. النهارده هتقدمي لنا بقى وصفتين من الوصفات يعني المعروفه زمان. ايوه. وطبعا ما بقتش بتتعمل قوي دلوقتي. لا بصي، هو هقول لحضرتك حاجه، الفول يعني ده منسي طول عمره، الحراك يعني يجي ويمشي محدش بيحس بيه، مع انه هو اكله فظيعه. يعني ممكن انت الاكله دي بتفطري وبتتغدي وممكن تتعشي منها. ليه؟ بتتعمل بطريقه خفيفه وسهله، ولو انت يعني حتى لما بيغيب شويه وبيبقى فوله ناشفه ممكن انت تعمليه فلافل. طيب بتبقى احلى حاجه في العجينه. احنا النهارده هنعمل، عشان بس الناس تبقى عارفه، هنعمل الوصفه الفوليه. اسمها الفوليه. الفوليه، تمام. ودي كانت معروفه في اسكندريه دي من زمان. ولا من زمان يعني بالذات معروفة في اسكندريه؟ ايوه، تمام. وهنعمل وصفه اسمها المثروده. المثروده دي انا عملت اتنين، يعني الليبيه والمصريه. والمصريه دي برضو معروفه اكتر. معروفه في ليبيا اكتر حاجه، في ليبيا يعني اكتر، وخصوصا لما تكون الست والده بيروحوا لها بيعملوا لها الحاجات دي. تمام. حضرتك ليكي اصل ليبي؟ اوكي. مصري وليبي. مصري وليبي. تمام، حلو قوي. طيب احنا خلينا نبتدي مع بعض. حضرتك عايز تبتدي باني وصفه؟ انا عايزه ابتدي ده احطه على النار، وده بايدي كله على البيت. خلاص، تمام. يبقى نبتدي بوصفه الفول الاخضر، الرز بالفول الاخضر. هقول نقول المقادير. معانا 2 كيلو. معانا 2 كيلو فول اخضر. أيوة. كوب ارز مغسول، طبعا مش بناخده كله. حزمه كزبره خضراء مفرومه، ثوم مفروم، بصله مفرومه، طماطم مبشوره، شطه، كزبره ناشفه، ملح وفلفل. وفي حاجات حسب الحاجه يعني، او في حاجات بنقصها، في حاجات بنزودها، فانت يعني انت والطريقه بتاعتك. تمام. فكل واحد بيعملها بطريقته، هي الطريقه الفوليه ثابته. بس في كل ناس بتزود حاجه وناس بتنقص حاجه. كل حد طبعا على حسب. على حسب هو. تمام. حضرتك هتحتاجي اشغل لك البوتاجاز. البوتاجاز. تمام. نشغل بقى وقولي لنا هتبتدي بايه. انا هبدا احط زيت، شويه زيت صغيره. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي هي بتنزل على طول. يبقى هنحط الاول شويه زيت. شويه زيت. يعني مش كتير، لان لسه بنقلي، يعني لسه هنقلي التومه والبصل. حضرتك بتحبي الطبخ من امتى بقى؟ لا ده من وانا عندي 9 سنين. ما شاء الله. اول مره عملت حاجه في حياتي كان والدتي مش موجوده. ومعايا انا اخين من اخواتي قاعدين في البيت وبنستنى ان هي تيجي. استنيت ان هي تيجي، ما جاتش. قعدت ايه ده، طب احنا عايزين ناكل. فرحت قايمه غسلت رز زي ما هي بتغسل. ورحت حاطه على الحله على النار، وحطيت الرز وحطيت كله ورحت مغطيه عليه، بس النار كانت عاليه شويه، لسع من تحت. انا ما اعرفش يعني ايه لسع. طبعا. فجت من بره هي شمت الريحه والدنيا هايصه جوه، هي اتفاجئت، بس هم كمان مروحين جعانين. قالت لي
المهم اكلوا يعني من اكلك في اكلوا من اكلي. عسل. جميله جدا. دي حضرتك ليكي اخين بس ولا؟ لا احنا ثمانيه، ثلاث بنات. ما شاء الله. ثلاث بنات وخمس صبيان. ما شاء الله. وكنتوا على طول بتتابعوا مامتكم بقى وهي بتطبخ في الـ بصي انا بحب انا اتفرج، ما بحبش حد يعلمني. يعني انا اقف جنب حضرتك او اتفرج على حضرتك. تمام. بنفذ الحاجه زي ما عملتيها بالظبط. ما شاء الله. وبعد كده بقى لما اتجوزتي انطلقتي اكتر في المطبخ. ما حاولتش اسال على حد على حاجه، يعني ببص كده، او لو حد، لو انا عايزه اعرف حاجه بسألك عن طريق غير مباشر. يعني بقول لك ده تتعمل ازاي، دي تتعمل ازاي، فبيبقى هو الانسان بيتعلم. بيتعلم مش بالسهل يعني. حضرتك اشتغلتي ولا ست بيت؟ لا انا ست بيت. حلو برضو الواحد يبقى مهتم بتربيه ولاده وما يبقاش. لا يعني انا اتعلمت وكله، بس يعني جيت عند حته الشغل واول ما خطبني قال لي بصي اللي هيديهولك في الشغل انا هديهولك، انا مش عايزك تشتغلي. بس خلاص ندم الظروف. وحضرتك اهم حاجه والحمد لله يعني. الحاج معايا تمام والله. يعني في ناس بينبسطوا يعني، ما حسسنيش في يوم ان انا عايزه اشتغل او اطلع اشتغل يعني. ربنا يا رب يخليك تعيشي يا رب. احنا كده حطينا البصل. انا بس هاخد رشه ملح عشان فلفل. البصله بس ايه الريحه. تمام. هناخد الفول مغسول هو طبعا. هناخده هيشوح. قولي لي بقى، انا احنا عايزين نعرف برضو التكات، تكات اللي هي من الام او من الجده، هل في تكات فاكراها مثلا لمامتك معينه بتعملها في المطبخ زمان؟ لا هي والدتي، هقول لك حاجه، احنا عرب يعني على الطبيعه. فكان كل اكلهم طبيعه، واكتر اكلنا اللحم الضان والرز والشوربه، ده اكتر اكل الناس الكبيره. اللي انا طلعت ايه بصيت ولقيتهم يعني الخضار، الطبخ، الحاجات ديت بتبقى قليل قوي. مش في السبوع، في مناسبات يعملوا خضار، انما في البيت والعادي زي الكبسه كده بالظبط. تمام. دي على طول يعني. هل ده راجع للاكل الليبي اكتر، ولا يعني التقاليد اللي في العيله للاكل الليبي، ولا لا هو ده طبع والدي كان. كان طبع. كان والدي هو والدك هو اللي من ليبيا ولا وماما. ده اللي اقصده. الاثنين الاثنين. ان بس انا عشت هنا. انا عشت هنا وقعدت هنا وجوزت زوجي مصري وقعدت معاه هنا وجبت ست عيال. ست عيال ما شاء الله. ان شاء الله كلهم يجيبوا لك بقى احفاد ان شاء الله. تعيش يا حبيبتي. عايزه الميه دي؟ دي ميه. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا اول حاجه حطينا الزيت، بعد كده البصله، بعد كده الفول الحراتي. الفول الحراتي. تمام. بس ده هي مختلفه كده. بصراحه وصفه يعني ما سمعتش عنها قبل كده فعلا. ده هيقعد يغلي شويه بسيطه. وبعد ما يغلي هحط رشه الرز. الرز ايوه. تمام. طيب احنا ممكن نبتدي بقى في الوصفه دي لغايه ما يبتدي ان هو خلاص يغلي، ولا نطلع فاصل؟ طب خلاص هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. من الفاصل وهنكمل بقى مع الجده سبابل في فقره اكلات جدتي. اول حاجه عملناها هو الرز بالفول الحراتي. الفول الحراتي وسبناه يغلي. هو غلى دلوقتي، هو دلوقتي ممكن نكمل. هنحط شويه الرز صغيرين عشان يتلف. تمام. يعني ما يبقاش ميه. يتلف يعني، ياخد قوام شويه. ياخد قوام. اوكي. يديله سمك شويه يعني، مش كتير عشان ايه، هو ما شاء الله يعني الفول، شويه الفول حلوين. حلو يعني الخضره فيه اكتر من الرز. هيستوى. هيستوى دلوقتي الفول. بعد ما يستوى نحط الكزبره والثوم على النار. وبعدين نحط الطشه، حته نيه. دي طشه زي كانه ملوخيه. طشه زي ملوخيه او جميلة او سبانخ. جميله جميله. حلوه.
يعني اكيد طعمها ممتاز. أكيد احنا طبعا يعني معانا نسخه دلوقتي ويعني متخيله طعمها فعلا حلو جدا. اكيد يعني. طيب احنا بقى دلوقتي هنبتدي انا هتبتدي على طول تعملي الطشه بتاعتك. الطشه خلاص هتحطي شويه زيت. الزيت شويه يعني حلوين علشان خاطر الفول بيشرب الايدام. بيشرب الزيت، بيشرب السمنه، بيشرب حتى لما بتعملي في البيت زيت فول بزيت عادي بتبصي تلاقي الفول مش لاقياه يعني. هنحط فيها الثوم وتديها لون ولا هتنزلي بالكزبره على لا طول؟ لا بننزل بالكزبره. كزبره خضراء. خضراء بتتقلى معاها وبنحط شويه الكزبره دولت الباقيين عليها. عليها. ده انا متخيله بقى الريحه هتبقى فظيعه. طبعا لما تتحمر كويس هتلاقي الريحه حلوه. وبعدين دي اكله شعبيه، خلي بالك يعني كان في برنامج في الراديو زمان ان الفول الحراتي كانت اكله الغلابه واكله الناس اللي هم يعني يا دوبك كده ماشيين حالهم. فكانت بتعتبر بالنسبه لهم اكله كويسه. هي بصراحه اكله كمان ومغذيه جدا. مغذيه ومشبعه. واللي فعلا. بيعملوا تلاقيهم كانوا رفيعين زمان. ليه دايت؟ مفيش ولا دهون ولا لحوم ولا حاجه خالص. اظن زمان فكره الدايت دي ما كانتش موجوده. لا 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 خالص، يعني كان زمان بالعكس الست اللي كانت مليانه اكتر شويه. الست المليانه كانت حلوه. يعني الناس تحب الست المليانه، ما يحبوش الست الرفيعه. ما يحبوش الست الرفيعه. لا انا اعتقد ده ليه سبب، علشان زمان الست انها تتخن دي كانت مش سهله. ما كانتش سهله. لا بقى السهل ان الواحد يتخن وصعب الواحد يخس، عشان كده دايما الواحد بيبقى عايز. لا انت سهل ان انت اللي تتخني لكن صعب ان انت تخسي. صح، عمرك ما هتعرفي. في دهون، عشان الحاجات الجاهزه كتير. في دهون متكتله. ايوه. هنعمل دلوقتي الحلو. الحلو بقى نقول المقادير معانا للمثروده. فطير مشلتت ولبن وسمنة وعسل أبيض وزبيب ومكسرات. احنا بناخد الفطير يعني ممكن بيبقى كده أو بنعكشه شوية. ممكن لو فطير مثلا قديم عندنا ولا لازم يكون طازج؟ لا 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 عادي. تمام. يعني لو عندك بتستعمليه. يعني بتحاولي تفتحي كده عشان يشرب اللبن ويشرب الحاجة اللي انت حاطاها. شوية زي أم علي؟ زي أم علي بس على البارد. على البارد. حلو. ودي أكلة مغذية طبعا، يعني الست لما بتولد بتبقى محتاجه شويه غذاء. فهي ديت كانوا بيعملوها لها يعني. ايوه ممكن الحاجات اللي بتخن بقى. يعني ممكن انت ما عندكيش حاجه بس في رغيف سخن طالع من الفرن. كان زمان بيخبزوا في رغيف سخن بيفركوه وبيحطوا عليه الحاجات دي بيدوها لها تاكله. تمام. اصلا هي ديت يعني ايوه اي حاجه تبقى اي حاجه فيها نشويات كتير هتغذيها. بس بعد كده بقى احنا معانا شايفه في عسل هنجيب شويه السمن كده بسيط. يعني انا مش عايزه اكتر عشان خاطر بتتاكل على السخن. ودي من الاكلات اللي كنتوا تاكلوها زمان كتير. ايوه تمام. كان بس كان ده فطير بيتعمل عيش. يعني بيخبزوا الفرن طبعا البلدي. بيتخبز وبيحطوا فيه صينيه ويحطوا العيش يقطعوه حته سمنه حلوه كده. يلفوا العيش السخن ده وبعدين يحطوا كل المكسرات والعسل عليه. حلو ده. معانا تليفون سلوى. حضرتك شوفي على النور لحسن. هي كده حلو. يا سلوى. الو. اهلا 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 بحضرتك، عامله ايه؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي واهلا بالضيفه اللي معاكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا. منوره الشاشه. الله يخليكي. انا كنت اتصلت بحضرتك من شهرين وقلتي لي كان عندي مقاومه انسولين. واكلت برقاقة العيش، الحمد لله الانسولين بتاعي انظبط جدا. طب الحمد لله فرحتيني. عندي سؤال بس. اتفضلي. ربنا يخليكي. اتفضلي. عندي سؤال بس. انا عندي دلوقتي عملت انظبي شويه. عملتي ايه؟ معلش تاني؟ انظبي. الايه؟ الانبادي. انبادي. ايوه سمعتك. اوكي. انبادي. ففي نسبه ميه محبوسه في جسمي. عايزه يعني اعرف حضرتك اعمل ايه طيب؟ ده ممكن يكون سبب مثلا تناول املاح زياده بيخلي الميه تختزن في الجسم. ممكن برضو تقللي، برضو تحاولي تقللي نشويات في اكلك. النشويات من الحاجات اللي بتعلي اختزان الميه في الجسم، مش الملح بس. فالحاجتين دول نركز فيهم. ممكن تكوني بتاكلي املاح في حاجات مستخبيه مش باينه.
يعني لما بتعمليه مثلا شرايح الخبز مشبعه قللي برده فيه الملح، وهاتي الملح اللي هو بدون صوديوم عشان يقلل عندك اختزان الميه. لو عملتي دوت وشربتي ميه كفايه وما زال برضو عندك احتباس ميه، يبقى شوفي مع دكتور، لازم تكشفي تشوفي ايه السبب. طيب احنا كده نعتبر دي خلاص ونزلنا عليها الطشه. ممتاز. أيوة. جدا جدا. احنا يعني هنمسك كده هنشوف الفوله. ايوه شويه كده وخلاص هنغرف. تمام حلو قوي. الوصفه دي برضو اعتقد تنفع، مش اعتقد هي تنفع، تنفع برضو لمرضى السكر لان نسبه الرز فيها قليله جدا. ايوه يعني هي وجبه متكامله. حلو يعني قوي. اي حد ياكلها وفي اي سن، حتى الاطفال الصغيره، لان طبعًا دي كلها حاجات خضراء وحاجات ما فيهاش اي جداً. او ما فيهاش اي دهون ولا اي ولا كوليسترول ولا حاجه خالص. تسلم ايدك. الله يخليك. خلينا نكمل. طبعا هنرص بقى ال بيترص بالطريقه دي. ايوه. وبعدين احنا بقى هنحط دلوقتي اللي حطينا المكسرات. ويتحط الزبيب. نحط الزبيب عليها. هي مفروض بتتعمل كده في السمن والعسل بالايد. كله على البارد. كله على البارد. وبتتحط بقى خلاص يعني قدامك. وده الفطير احنا بناخده بنحطه على حاجه وبنقطعه. ولما يبقى حتت صغيره بتفركوه ساعات. بنفركه بايدينا. بس طويل. هو ده اللي بيحصل. لا جميل بس جدا. وحتى انا شايفه حتى برضو تمر. وهي بالتمر اصلا. هي اصلا يعني في مناطق بتاكلها بالتمر بس. تمام. وفي مناطق بتحط ده في ليبيا. في ليبيا. أيوة. في ليبيا. طيب احنا معانا تليفون. ام ادم من القاهره. ازيك يا مدام سالي؟ اهلا اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. سلام على الضيفة مع حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. وانا بشكرك قوي جدا يا مدام سالي على كل الابداعات اللي انت بتعملها لنا. حبيبتي تسلمي. وعايزه اشكرك فعلا يعني، لان انا سمعت 10 نصايح بتوعتك يعني 6 كيلو ونص في 7 ايام، وعشان كده انا فعلا مدام سالي. لو هتعرف يعني تركزي، شايف اسم ادم دول ادم مصطفى. عشان كده انا مجنون السالي يعني. حبيبة قلبي. انا من جوات قلبي بحبك والله. حبيبة قلبي. بحبك يا رب، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. بتمنى لك يا رب كل خير يا رب، وبتمنى دايما تبقي كده الابتسامة على وشك يا رب. حبيبة قلبي. كل ما بتحبي يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي على المكالمة. تسلمي لي. شكرا. طيب احنا كده خلصنا النهارده الوصفتين. حضرتك بجد نورتيني جدا. الله يخليك جدا حبيبي. ده نورك. ووصفتين حلوين يعني، حادق والحلو. طبعا الحادق صحي اكتر، الحلو يعني يعني نخلي بالنا شويه. يعني ندوق بالظبط. ندوق بس او باليوم الفري. والرفيعين بقى تاكل لما تشبع منه. الرفيعين. ايوه النحاف اللي عايزين يتخنوا. يا سلام. ده يعني انا عندي ناس كتير نحاف يقعدوا يقولوا لي اهتمي. لا لو اكل الاكله دي اتفرجي. أيوة يعني. أيوة. شهر وهيبقى بسم الله ما شاء الله. ايوه حبيبتي نورتيني. الله بجد. وانا بجد بقت يعني كفايه الهدوء والرزانه اللي انت فيها يعني. بسم الله ما شاء الله عليكي يعني. الله يخليك. انا بجد من بقت من احلى الفقرات عندي فقرات اكلات جدتي، لان احنا بنتعلم برضو كل شويه حاجه جديده ومختلفه. يعني ده الاكل ده يعني ممكن اي حد جاي من بره هيلاقيكي عامله هياكل. وغير الاكل يعني انا الروح الجميله اللي بشوفها في كل جده. كل جده بروح جميله. فبجد نورتيني يا حبيبي. ده نورك يا حبيبي. ده حبيبة قلبي. يا رب يا رب الفقره تكون عجبتكم. واحنا بقى هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله.